وقفة جديدة من واتس اون ام تي في منبداها مع اخترب الحي. اخترب الحي مسلسل اجتماعي عم نتابعه من التنين للتنين على الساعة 6 المساء عبر شاشة الام تي في. خلينا نشوف مشهد ومنرجع. مين بتتصرفي معك؟ فيي اعرف مين زرع لك هالافكار براسك؟ احكي كامل. شو بك بضل طالع صوتك على البنت؟ بنتك بلا تهذيب بلا تربية. ولو شو خصة؟ شو ذنب البنت؟ بدل ما تستحي وتحط راسها بالارض عم تجاوبني. انا بعرف كيف لازم اتصرف معها. اتركها بقى، اتركها للبنت، حاجه مفوكس عليها، اتركها تعيش. تعيش يعني تفلت هيك عزوها؟ تعيش يعني تفلت؟ اللي بده يعيش تحت سقف هالبيت بده يعيش تحت سقفي ولينه. أما مثل القمر بالجزء الثاني عم ينعرض من الأحد للأربعاء على الساعة 9 إلا ربع المساء. تطورات كثيرة عم بتكون من بعد ما قمر كمان رجعت شافت والد زوجها جهاد يلي إجا لحتى يشتغل عندها بالنادي وعلاقتها مع جهاد. جهاد يلي بلش فعلا يتأكد بأنه هي زوجته وبأنه عنده ولد منها. خلينا نشوف مشهد ومنرجع. جميلة قلبي مش مطمن. الهيئة فريد يا عارف يا شاكك بشي. هاش تفكري بالموضوع. أنا بقول قال لك هيك من غيرته عليكي، بس بده يستفزك. طب ليش ليقول لك كذابة؟ يمكن لأنه كان واعد حاله تعطيه مجال وفجأة شافك عم تهتمي بواحد غيره. بس أنا ولا مرة وعدته بشي، كنت كل وقت ضل ذكره أنا وياك أصدقاء وبس. بس أنت آخر فترة كان مبين عليك إنك عم تحسي له بشي. لا جميلة، لا مش مزبوط أبداً. وانت اكثر وحده بتعرفي انه انا الحب بطل وارد عندي. طيب شو رايك فنجانين قهوه عن جديد نشرب؟ احد تنين وثلاثه على الساعه 9:30 شفنا صغير الدنيا وهي ثلاثيه من مسلسل مدرسه الحب. الليله اكيد اخر حلقه من هالثلاثيه يلي بتحكي عن شخصين فرقتهم الظروف الاجتماعيه ورجعوا التقوا من بعد زواج الصبيه. خلينا نشوف. ما كنتيش جاية ليه؟ عقاب شاكك فيي. مش بس شاكك فيي وعم بيراقبني كمان. تمام، يعني اكيد شافك وانت جاي هنا. لا اكيد لا، صفيت سيارتي حد بيت سمر. اكيد الشوفير هلا بيكون خبره انه سيارتي هونيك. لمزيد من المعلومات عن برامج الام تي في mtv.com.lb وابلكيشن الام تي في. اما هلا فرح ناخذ وقفه سريعه وندخل على المطبخ مع جف جاد وستيفاني مع واتس كوكينج. خليكم معنا.